ثالثا معالجة البنود الاستثنائية. البنود الاستثنائية تتمثل في نتائج أحداث أو عمليات غير عادية وأيضا غير مرتبطة بالنشاط العادي للمنشأة. البنود الاستثنائية هي التي تنتج عن ظروف خاصة يصعب على إدارة المنشأة توقعها أو التنبؤ بها، كما لا يتوقع أيضا حدوثها بصورة متكررة، ومن ثم لا يمكن أخذها في الاعتبار كعامل متكرر في تقييم الأداء التشغيلي لعمليات المنشأة، لأنها حدثت عن ظروف خارجة عن إرادة إدارة المنشأة. ومن أمثلة البنود الاستثنائية الخسائر الناتجة مثلا عن حدوث زلازل أو فيضانات أو سيول غير متوقع حدوثها، أو الخسائر الناتجة عن صدور قرارات حكومية بمنع تداول بعض المنتجات التي تتعامل فيها المنشأة لأسباب صحية أو أمنية أو غيرها، وأيضا الخسارة الناتجة عن مصادرة الأموال أو الأنشطة الاقتصادية بواسطة الحكومات الأجنبية، وذلك بالبلاد التي تزاول أو التي تزاول بها المنشأة أعمالها الاقتصادية. المعالجة المحاسبية لتلك البنود الاستثنائية: يجب أن يتم عرض هذه البنود الاستثنائية في قائمة الدخل بنفس الفترة المحاسبية التي حدثت فيها، ويكون الإفصاح عنها بشكل مستقل، ويأتي بعد تحديد صافي الدخل من النشاط المستمر، أي بعد المرحلة الثالثة من قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة، وذلك أيضا قبل الوصول إلى صافي الدخل السنوي بعد استبعاد الضرائب. والشكل التالي يوضح كيفية المعالجة المحاسبية للبنود الاستثنائية. الشكل الذي أمامكم يوضح قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة. فعلى سبيل المثال، بافتراض أن صافي المبيعات 1,000,000 ريال، يخصم تكلفة البضاعة المباعة مثلا 600,000 ريال، والمصروفات الإدارية والبيعية اللي هي مصروفات التشغيل 100,000 ريال، إذن إجمالي المصروفات 700,000 ريال. نصل إلى المرحلة الثانية من قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة، وهو الذي يعبر عن صافي الدخل من عمليات التشغيل ومقداره مثلا 300,000 ريال. بعد ذلك يضاف أو يطرح نتائج الأنشطة غير العادية. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك خسائر ناتجة عن تقلبات أسعار الصرف بمقدار 150,000 ريال، يتم طرحها من صافي الدخل من العمليات، فنصل إلى المرحلة الثالثة وهي التي تعبر عن صافي الدخل من النشاط المستمر ومقداره 150,000 ريال. يأتي بعد ذلك التعبير عن البنود الاستثنائية، والتي تمثلت مثلا في خسائر استثنائية نتيجة الإعصار، وذلك بعد استبعاد الضرائب. فإذا كان قدر هذه الخسائر بعد استبعاد الضرائب، على سبيل المثال مثلا استبعدنا ضرائب 3,000، فكان قدرها بعد استبعاد الضرائب 70,000 ريال، يتم طرحها من صافي الدخل من النشاط المستمر، فنصل إلى صافي الدخل السنوي. المشكلة الرابعة معالجة الأنشطة الاقتصادية المستبعدة، وهي الأنشطة التي قررت الشركة أو قررت المنشأة التوقف عن ممارستها أو استبعادها. فيقصد بالنشاط المستبعد أي نشاط اقتصادي مستقل عن الأنشطة الأخرى التي تزاولها المنشأة. من أمثلة الأنشطة المستبعدة قيام مثلا شركة صناعية تقوم بإنتاج منتجات مختلفة، قامت ببيع القسم الخاص بالصناعات الإلكترونية فقط مع الإبقاء على باقي أنشطتها الصناعية الأخرى. أيضا إذا قامت شركة لتوزيع المواد الغذائية بالاستغناء عن قسم تجارة التجزئة مع الإبقاء على قسم تجارة الجملة، في هذه الحالة يعد قسم تجارة التجزئة نشاطا مستبعدا. المعالجة المحاسبية للأنشطة المستبعدة: يجب أن يتم تحديد نتيجة نشاط أو عمليات النشاط المستبعد عن الفترة من بداية العام الذي تم فيه الاستبعاد وحتى تاريخ الاستبعاد، وذلك عن طريق مقابلة إيرادات ومصروفات تلك الفترة وتحديد ربح أو خسارة الفترة التي تم بعدها الاستبعاد، أو الفترة من بداية السنة المالية وحتى تاريخ الاستبعاد.
أيضا يجب تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية تصفية الأصول الخاصة بالنشاط المصفى هذا أو المستبعد، وذلك بإيجاد الفرق بين القيمة الدفترية وقيمة التصفية. معالجة نتائج الأنشطة الاقتصادية المستبعدة. بعد تحديد نتيجة أعمال النشاط المستبعد بتجميع أرباح وخسائر عمليات النشاط المستبعد من بداية الفترة وحتى تاريخ الاستبعاد كما ذكرنا، أيضا مع المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية تصفية الأصول الخاصة بالنشاط المستبعد، هنا يجب الإفصاح عن نتائج النشاط المستبعد بطريقة مستقلة في قائمة الدخل بعد الوصول إلى المرحلة الثالثة وهي التي تعبر عن صافي الدخل من النشاط المستمر، وذلك أيضا قبل معالجة البنود الاستثنائية مع ملاحظة إظهار نتائج النشاط المستبعد خالية من الأثر الضريبي على النحو الذي يتضح من الشكل التالي أو من المثال التالي. بافتراض مثلا منشأة الرضا لصناعة السيارات كانت تمتلك معرضا لبيع السيارات، قررت وقفه تصفيته وبيعه في 1/7/21، وكانت المعلومات الخاصة بقرار الوقف كما يلي: بلغت إيرادات ومصروفات المعرض حتى تاريخ الاستبعاد أي من 1/1/21 وحتى 1/7/21 بلغت 280,000 ريال و 268,000 ريال على التوالي، أي الإيرادات 280,000 والمصروفات 268,000 ريال. تمكنت الشركة من تصفية أصول المعرض الذي تم وقفه بخسارة قدرها 5,000 ريال. وبفرض أن ضريبة الدخل المطبقة في هذه الدولة تبلغ 30%، إذن تظهر قائمة الدخل النشاط المستبعد على النحو التالي: بافتراض أن صافي المبيعات 1,000,000، يخصم تكلفة المبيعات 600,000 ريال كما ذكرنا في المثال السابق. إذا نصل إلى المرحلة الأولى من مراحل قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة وهي التي توضح إجمالي ربح العمليات وقدره 400,000، بطرح المصروفات التشغيلية أو اللي هي المصروفات البيعية والإدارية ومقدارها 100,000 ريال، نصل إلى المرحلة الثانية وهو صافي الدخل من عمليات التشغيل ومقداره 300,000 ريال، بطرح نتائج الأنشطة غير العادية والمتمثلة هنا في خسائر ناتجة عن تقلبات أسعار الصرف وقدرها 150,000 ريال، نصل إلى المرحلة الثالثة وهي التي تعبر عن صافي الدخل من النشاط المستمر وقدرها 150,000 ريال. هنا يأتي إظهار نتائج النشاط المستبعد، ونتائج النشاط المستبعد تمثلت في ربح التشغيل ومقداره 12,000، وهو عبارة عن الفرق بين الإيرادات وقدرها 280,000 ريال والمصروفات حتى تاريخ الاستبعاد وقدرها 268,000 ريال. إذا ربح التشغيل 12,000 ريال بضربه في 30% وهي الضريبة واستبعادها ومقدارها 3,600,000 ريال، إذا ربح التشغيل بعد استبعاد الضريبة يتمثل في 8,400 ريال. أيضا خسارة التخلص من الأصول لتصفية المعرض وقدرها 5,000، نستبعد منها الضريبة ومقدارها 30%، إذا نصل إلى أن خسارة التخلص من الأصول 3,500. سن 3,500 ريال بطرحها من ربح التشغيل وقدره 8,400 ريال، إذا نصل إلى أن نتائج النشاط المستبعد النهائية قدرها 4,900 ريال، يتم إضافتها إلى صافي الدخل من النشاط المستمر لنصل إلى المرحلة الرابعة من قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة والتي تعبر عن صافي الدخل من النشاط العادي وقدره 154,900 ريال. هنا يتم عرض أو نتيجة نشاط الخسائر أو البنود الاستثنائية، فبافتراض أنها عبارة عن خسائر استثنائية نتيجة الإعصار بعد استبعاد الضرائب وقدرها 3,000 ريال، وكما ذكرنا في المثال السابق كانت بمقدار 70,000 ريال، بطرحها من صافي الدخل من النشاط العادي نصل إلى صافي الدخل السنوي وهو الذي يعبر عن الربح النهائي للشركة أو الدخل النهائي للشركة عن الفترة الحالية وقدره 84,900 ريال.